بقى دكتورة، جيت خطفتني واخدت قلبي، لا بقيت تلميذة ولا دكتورة، بقيت سكرية وتافهة. لا يا حبيبتي انتي مش تافهة، بالعكس انتي ست الشيك وارستقراء. تقدري تقولي لي ايه هيكون اخر طموحك لو بقيتي دكتورة؟ انك تعملي فلوس؟ ادي احنا عندنا فلوس، لو قعدنا ناكل فيها طول عمرنا مش هتخلص. لا انا ما بحبش الفلوس، انا كان نفسي ابقى دكتوره، حاجه مهمه وليا قيمه، مش هطلع زيك. اسكتي. لا مش هسكت. قلت لك اسكتي. انا مش فاهمه انت ازاي مستحمل العيشه دي، كل همك تاكل وتشرب وتسهر وتسكر، مش كده؟ مش عارفه الكلام عشان بقول الحقيقه. طب المصنع اللي عمله ابوك قفلته ليه؟ فريق قال انك ما بتحبش حد يجيب لك سيرته ليه؟ مع ان المصنع ده هو اللي خلاك بني ادم، هو اللي جاب لك الفلوس والعمارات، هو اللي خلى عندك كل حاجه. خلاص ادي خلاص. مش عارفه طول ما انت مصمم انك تعيش حي في هالفندق ده. خلاص مع واحد عاطل.